عليكم. اليوم نروحوا للمشروع نتاع المنفذ الجديد نتاع ميناء وهران اللي الان يعني دخلنا في المراحل الاخيره، يعني بعض الرتوشات اللي الانتهاء من هذا المشروع واللي سوف يفتتح قبل نهايه السنه هذه تاع 2024، يعني في غضون 3 اشهر. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اللي نلتمس منه تقدم كبير في نسبة الأشغال، يعني تقارب 100% على كل حال. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذا المشروع الاستراتيجي والمشروع الرائع والعالمي نتاع المنفذ الجديد نتاع ميناء وهران. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو، السلام عليكم. Okay.